بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة، جولة الثانية هنا في هذا الميدان، جولة الأبكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ، ونتمنى دائما التوفيق والاستمتاع في هذا الميدان، في هذه الكوكبة الجميلة والمميزة. نسير إلى المقدمة، إلى المركز الأول، ما شاء الله على اللي في المركز الأول، السيلية على المركز الأول، ولكن أرى التغيير هناك من سلهودة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب، وبقيادة أحد خبراء تضمير محمد بن عبيد بن محمد لهجن الشيحاني سلطان بن محمد الوهيبي، النقل هنا على المركز الثالث الشاحنية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مطر بن محمد بن رفيع. يا سلام الأسامي، والله يعني تدخل فج تنتهي فج، شوط حماسي، شوط سوف أذكركم هناك في اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة. أسير إلى المقدمة حتى الأخير هنا لكي نعطي كل حقه هنا في أرضية هذا الميدان. الشاهدية سيطرة جميلة على المركز الأول، سيطرة مميزة حساسة للغاية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مع حمد بن راشد بن أخدير. ثاني المراكز هناك تتواجد من حاف ومحمد بن عبد الله بن صبيح. انتقل وياكم الى المركز الثالث، اللي في المركز الثالث والرابع والخامس، سيلية هجن الشيحانية مع سلطان بن محمد الوهيبي. نقلتنا الى المركز السادس اللي هي لمحة علي بن عبد الله بن سعيد المسافري. سابع المراكز هنا الدوحة للشيخ حمد بن عبد الله الثاني صالح بن سعيد الوهيبي. بينما اللي في المركز الثامن، اللي في المركز الثامن ايضا تأتي الدوحة للشيخ حمد بن عبد الله الثاني صالح بن محمد الوهيبي. انتقل وياكم الى المركز التاسع ولا الثامن هون الشاهدين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تاسع المراكز مع محمد بن سعيد بن حلوة، وهو في المركز العاشر سلهود علي بن سيف بن محمد الكعبي. عشرة مراكز، والله ان شوط ممتع، اشواط ممتعة جميلة بهذه الشعارات المميزة، شعارات اصحاب السمو الشيوخ وابناء القبائل التي تتواجد هنا في هذا الميدان. اتت للمشاركة فمرحبا باسم رئيس اللجنة العليا سعيد بن محمد بن حزيم، بالضيوف الكرام هنا على ارضية هذا الميدان. ما شاء الله على اللي غيرت، سيطرت على المركز الاول، من حافية في المركز الاول، مسيطرة محمد بن عبد الله بن صبيح. النقلة هنا على الشاهدية، ثاني المراكز لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد محمد بن راشد بن أخدير. المركز الثالث لمحة وعلي بن عبد الله بن سعيد المسافري، بينما المركز الرابع الدوحة للشيخ حمد بن عبد الله الثاني وصالح بن سعيد الوهيبي. خامس المراكز هناك، والمركز السادس أيضا تأتي سيرية ولهجن الشيحاني مع سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا هي النتيجة. سابعا سلهودة مع علي بن سعيد بن محمد الكعبي. نقلتنا إلى المركز الثامن سلهودة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. ما شاء الله يا ثابت المراكز، ولا المركز التاسع السيرية لهجن الشيحاني سلطان بن محمد الوهيبي. عاشر المراكز الشهرية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ووثق المضمرين حمد بن راشد بن أخدي. شوف يا مصورنا، صورنا هذا الفج القادم، صورنا هذه الشعارات اللي بدأت تقترب عند احتساسها هنا في اللحظات الجميلة مع الألف ومئتين ما تبقى عن خط النهاية. ما شاء الله، الدوحة القادمة من دولة قطر الشقيقة للشيخ حمد بن عبد الله الثاني. ولكن أرى التغيير اللي طرى وجرى على المركز الأول، التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط الشهيرية في المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مع الواثق حمد بن راشد بن أخدير. ثاني المراكز، ثالث مراكز تأتي الدوحة للشيخ حمد بن عبد الله الثاني وصالح بن سعيد الوهيبي. السيلية رابع المراكز هجن الشيحانية سلطان بن محمد الوهيبي، وقلتنا للمركز الخامس. شكرا يا أبو سيف. يصارع هذه الشعارات المميزة علي بن سيف بن محمد الكعبي. نقلتنا للمركز الخامس ولا السادس، هناك شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب مع الشاهنية. ها هي النتيجة
للخمس المراكز. الله يا هو شوط ما شاء الله على الشهيرية، ما شاء الله على الشهيرية، تبارك الرحمن على هذا المال الجميل والكريم. يا سلهود، سلهود على المركز الأول، ثاني المراكز مع علي بن سيف الكعب الشهيرية لسمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد سيري، رابع المراكز الهجرة الشيحانية سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة الشهيرية مع الشهيرية مع سلهودة في كوكبة جميلة حماسية للغاية. تبارك الرحمن على هذا العرض، وحذرتكم عند الانطلاقة هناك عرض جميل في اللحظات الأخيرة، غيرت الشهيرية على المركز الأول، وسلهودة أيضا تحاول في اللحظات الأخيرة. سلهودة يا أبو سيف، سلهودة يا أبو سيف، هناك الشهيرية تسترد إلى المركز الأول لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب، وسلام يا زعبيل، وسلام يد الشبه، سلام حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني سلهودة أدت عظمة، يشكر عليه لعلي بن سيف الكعبي. المركز الثالث سمو شيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب. المركز الرابع الهجرة الشيحانية، خمس المراكز للسيد علي بن عبد الله بن سعيد المصابري، والسادس المراكز سمو شيخ حمدان بن حمد بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز السابع سمو شيخ مختوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. 6 دقائق 18 ثانية 41 جزء من ثانية، تحانينا وناموس سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد سعيد المكتوم، التحاني موصولة للسيد حمد بن راشد بن غدير.